الأشخاص عمر عايز يستأذن في تنفيذ الآلية. لا يبقى عندي المقاول اللي هو السريع اللي عندي ده. مش هتطرح سنة. أنا أكلفه أكلفه ينزل ينقذ ال. طب ما كده لو صحيح دلوقتي قبل ما أنام بالليل ما بيجيش في دماغي غير التعليم وبقول يا رب نصحى الصبح ما يحصلش شيء. بدل ما أنا أحكي على الأول ثانوي والأول ثانوي ده لو أسعار. هذه الأسعار بتبقى أعلى لأن في ضرايب وفي رئيس المدينة. ورئيس المدينة يصلح من خلال المقاول السنوي فيحجز 100,000 جنيه.